احنا لسه برضو في سوق العبور وعند بتوع الخضار ليه الخضره. السلام عليكم، عندك سالب كام؟ سالب اهو. عامل ايه؟ ازيك؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هديكي لقطه نهارده اسعار خليهم كلهم يجوا يشتروا يلفوا كروم. طب ماشي ماشي، مستنيين يا جماعه لف الكروم. استنوا بس عشان هو جاي دلوقتي. طبعا كزبره خضر، انا بصور بس، وسلق. السلق حلو قوي على فكره، مفيد يا جماعه. هبقى اقرا لكم واقول لكم السلق مفيد فيه عشان انا بنسى. مش بنسى، انا ما قريتش. ايه السلق والقلقاس؟ اه والله نفسي اكل قلقاس والله. هنا التمانية بكام؟ قصدي بكام؟ انت رحت فين يا عم؟ تعال، اللهم صل على النبي. السلام محترمين. الله اكبر، الله اكبر. ايه عامل انت؟ عايز 5 كيلو رز عليا؟ ايه 5 كيلو رز؟ احنا اللهم صل على النبي مسمينها 5 كيلو رز بس، ما شاء الله. الله اكبر، عليه الصلاه والسلام. شارب ميه بلدي، ميه حلوه وميه طبيعيه، لو اتفتحت دلوقتي تاكل منها ولا احلى من محشي. ما شاء الله ما شاء الله. بكام بقى؟ ب 15 جنيه. لا انت بتهزر. والله ب 15 جنيه الكميه دي، ب 15. حلوه قوي. 15 جنيه زرع بلادنا من شارع، يعني ايه شارب ميه بحر؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ميه انت وازي. قول بقى مكانك فين؟ محل 20 عنبر 2 ودار شلايش، سوق العبور يا باشا. ماشي، سوق العبور. احلى ناس في سوق العبور. ايوه ايوه، المنظر ده جامد. انا بقول لك بقى الفانا وشيفها، انا مش قادره اشيله والله، كنت خدتها. مش قادره اشيله والله. والخضره بقى ماشي، يعني استنى تاني. ماشي، قولي لها يا ابني خضره بكام؟ هيجيب لنا تاني. بس شالها في العربيه. انت عارف العربيه كلها كده والله. ايش ماشي، عربيه الواد خضر، محمد خضر، عربيه محمد خضر. ما شاء الله. الخضره بكام بقى؟ زرع اليوم. ده زرع اليوم بكام الخضره؟ البلد. الخضره بكام؟ انا بصيت عليك ما لقيتهاش. 170 جنيه. 70 قرش. ام 5 ب 60 قرش. ب 60 قرش. يعني ال 10 يعني 6 جنيه. 6 جنيه. ده جمله بالقطاعي. جمله ده القطاعي. والسلق والسلق. فين عربيتك؟ ما انا دورت عليك عشان اصور عندك. شكرا يا باشا. ليه ان شاء الله؟ والبصل بقى؟ البصل ب 20 صح؟ ب 20. ما ياخدش باله ويجيب واقع. السلام عليكم. النهارده كرم؟ ماشي يا باشا. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. زيارات بلدنا. اللهم صل على النبي. زرع الاليوبية؟ اه زرع اليوب. زرع اليوب. ما شاء الله كرومبايا. صل على النبي، الزرع ما شاء الله. ما شاء الله، ربنا يحسن سوقهم يا جماعة. لمدة 3 شهور الزرع ده في شغال. ما شاء الله، دي شاربة إيه يعني أبوها؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اليوب اليوب. بكام بقى قلت؟ ب 15؟ ب 12 جنيه جملة. ب 12 جملة. واللي انت اديتها لي اللي وريتهالي هناك؟ يعني احنا بنقول ب 13 وب 14. اه يعني ب 12 ولا 13؟ بس الواحده تاخد لها 4 كيلو رز دي. اه اللي انا 4 كيلو رز. 4 كمان. ما شاء الله، ربنا يحسن صوم. ربنا يا اسم حضرتك بقى من الاول. انا قلت لك الاسم تاني، هتعيدي الاسم تاني. معلش تاني، كل فيديو لازم نعيد. وليد عمار. ايه؟ وليد ابو مروان. وليد ابو مروان؟ ماشي. عند الحاج وليد ابو مروان بين واحد محل 20 عنبر 2 عنبر 2. كان مصور معانا الارنبيط قبل كده. اه مصور معاك. احلى فيديوهات والله، واحلى سعر. الله يصلح حالك يا رب. الله يصلح حالك. 8 جنيه. ايه؟ الارنبيطه ب 10 و 8. امال ده انا من يومين او كنت بتفرج على يوتيوبر بتقول انا شاريه الارنبيطه ب 40 جنيه في الهرم. فاستغربت قلت ليه؟ شاريها فهنزل بقى انزل الفيديو عشان الناس تيجي تشتري من هنا. اقسم بالله العلي العظيم، تقول لي الارنبيطه يا جماعه ب 40؟ جايبين لها الفيديو دي والزيت والخضره. اه والله الارنبيطه ب 40 جنيه. والله العظيم انا كده الارنبيطه هنا ب 30 جنيه في الهرم والله، ما كانش حد يبيعها بره ب 40 جنيه. اه والله العظيم انا مش عارفه قلت ايه ده ليه. كام؟ ب 10 ب 8 جنيه الارنبيطه.
8؟ اه. انت بتهزر. عدالك 100 ب 800 جنيه. الارنبيط ب 8 جنيه. الارنبيط ب 8 جنيه. الارنبيط ب 8 جنيه. والله يا جماعه الناس بتبيع فعلا والله مش كاتب يعني هما بيقولوا ب 8 جنيه. ب 8 جنيه الارنبيط. احنا ما بنقولش كده حاجه، اللي عايز حاجه يجي ياخدها. اهو قال لكم على المكان. اهو عشان شكله اهو عشان لو جه طوله اهو. اهو عايز حتى رقم التليفون اللي عايز يعني. قول يا عم التليفون عشان لو عايزين. قول تليفونك. 011 ها 44 237 122 122. لو حد عايز منك كميه، عايز كميه 100 200 عايز اللي هو عايزه اهو يا جماعه التليفون اهو معاك من الزرع النظيف. زرع اهو وزرع اهو. من 8 ل 12 فيش ابو 40 وابو 20. والله ما هجيبك يا عم اللي ورايا ب 12 جنيه على ارنبيطه اهو وعد اهو وساب لكم التليفون دي مصداقيه 011 44 237 122 زي الفل. نارك زي العسل يا ابو عمار، نارك زي العسل. هو يا جماعه كل الكلام اللي انا بجيبه مصداقيه عشان انا كنت بتفرج على قناه نور شنم كانت بتقول مش عارفه الارنبيطه جايبها ب 40 35 40 جنيه فانا اتصدمت قلت الحق انزل سوق العبور بقى. فلما جيت هنا لقيت الدنيا زي ما هي في الهرم، لقيت زي ما هي يعني الاسعار ما عليتش قوي كده. وبص السوق مليان ازاي. السلام عليكم. خضره بكام يا باشا؟ 7 ب 5 زي الفل. بص الحزمه مليانه جدا اهي. دي بقى بتتقسم اتنين وبتتباع بره بكام؟ ب2 جنيه. الله يصلح حالنا وحال الكل اللهم امين، ويصلح حالهم اللهم امين. 7 ب 5 7 ب 5 برضو. بصل بكام؟ تحب تطلع؟ البصل ب20 صورتك. يا صف... لا مش صفحه، ده على اليوتيوب. على اليوتيوب كله رزق البنات. لا 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 لا، طلع موبايلك، طلع موبايلك، طلع في نت. ماشي اهو يا جماعه اهو بيكدب ان انا ما عنديش صفحه. لا مش ما عندكيش، دخلنا على الصفحه بس هو على اليوتيوب. على اليوتيوب طلع. ماشي انا مصورك انت وبشار وهقول لك فيديوهاتك جابت قد ايه كمان. هو بس بيكدب ان انا ما نزلتش، والله العظيم منزله كل الاسعار، منزله كل حاجه. اه سيبت اليوتيوب اهو. ماشي اهو افتح اليوتيوب. مفتوح اهو قدامك اهو. لا انا دخلت على الصفحه بتاعتهم بس ما لقيتش المنشورات اللي انا شراها اللي انا مصورها، لقيت منشورين او اثنين ثلاثه بس ما لقيتش الباقي. اه نشوف اهو لو كلامنا كده خد لك صورتين ثلاثه 4 في 6. انا لسه عامله فيديو تاني اهو. استنى بقى عشان اجيب لك البيانات. معلش يا جماعه دقيقه. اه ماشي عشان ما تخبطش بس عشان ايه اوري له الفيديوهات بتاعته عشان هم بيقولوا ان انا ايه. هاتي القناه. كله رزق البنات. بص اهي عاوز اجيب نفسي انا. طيب على التيك توك حد؟ نعم جهه واحده بس حبيبي. سويني كام فيديو كده حبيبي ان شاء الله. حاضرين اجيب من على التيك توك وانزل على النت. لا ما ينفعش تاخد من على التيك توك وتنزل على النت. اسمع بس اصبر عليا يا جو. بص يا جماعه بس عشان انا ايه ما عندناش حد. المهم ايه؟ المهم صورنا يا ابني. كلم يا محمود، كلم الحاج. لقيت الحاجة؟ ما هي فيديوهات كتيرة دي، أنت ماشي. تقلب؟ بس أنا عند في فيديو أنا متصور فيه ما لقيتوش. ده مين ده؟ أه يا اسطى. ده مين ده؟ عامل 7300. ها؟
بص بقى انت ادخل على الفيديو الرئيسي، طلعت له الفيديو عامل 7300 مشاهده. عامل كام مشاهده؟ 7300. شفت ازيك يا حاج؟ قول لي بقى الخضره بكام؟ عايز الخضره بكام؟ قول لي الخضره بكام؟ 160. الخضره هنا ال 7 ب 5 جنيه. طلعت ولا لا؟ قول قدام الناس، بصور وانزل الفيديوهات. حصلت فعلا، حصلت. قول لي بقى الخضره بكام؟ 7 ب 5 جنيه. 7 ب 5 جنيه. بص والله زي الفل. معانا المعلم بلوز على الهوا، المعلم بلوز عنبر واحد. ماشي عنبر واحد. قول مكانك فين؟ عنبر واحد مبنى خضروات. ماشي. عايز تطلع في الصوره؟ بص يا جماعه الخضره عنده زي الفل اهي. المعلم محمود الدروان. وعايزه نعناع. على قديمه برضه. عندك نعناع؟ عندنا برضه. صور النعناع اهو. صورني انا عيني يابا اهو. ايوه احلى صوره. اسمك ايه يا معلم؟ اسمك ايه؟ معلم توفيق. احلى معلم توفيق في السوق. اه بقى قول لي بقى الخضار بقى بكام؟ انا عندي كرومبي وارنبيت كمان. كمان؟ طب لا اروح اصورها عندك بقى. عجله. يلا ما شاء الله. بص عنده خضره زي ما قلت اهو. ماشي نارك زي الفل يا باشا. ادخل بقى على الفيديو الكبير واتفرج عليه، هتلاقي بقى كذا حاجه ليه. الفريش عند المعلم محمود الدروان. ما شاء الله. ربنا يوسع رزقكم. ربنا يصلح حالكم.